كورونا. توفيت اليوم إلى رحمة الله الفنانة القديرة نورة بعد مرض عضال ألزمها الفراش. الفنانة أفنت حياتها في تقديم أجود الأغاني والألحان، منشدة حب الجزائر الذي سكنها منذ ريعان شبابها. الفنانة نورة في هذه الصورة الصحفية ليوسف طافر. صاحبة هذا الصوت رحلت عنا اليوم إلى دار الحق، فاطمة الزهراء باجي، من مواليد 26 أفريل 1938، ابنة مدينة شرشاد العتيقة. كانت أول فنانة مغاربية تتوج بالقرص الذهبي عن تسويقها لمليون قرص، وافتكت عدة جوائز وأوسمة مغاربية مختلفة. أدت 500 أغنية في مختلف الطبوع والأنواع واللغات، ومثلت على ركح المسرح، ونشطت في الإذاعة والتلفزيون، وعرفت عدة تكريمات لما قدمته للفن الجزائري. وفرحت كي كانوا كامل حبابي حاضرين والمحبين تاعي، وبالأخص نساء بزاف. فرحت بزاف، ونتمنى لهم السعادة كما نتمنى للبلاد الازدهار. احنا رانا متقدمين إن شاء الله وزايدين من زيد. رحلت نورا عن دنيا الفناء تاركة محبها وجمهورها الذي كان يرى في الثنائي كمال حمادي ونورا نموذجا للنجاح العائلي والفني. وبهذه المناسبة الأليمة تقدمت وزيرة الثقافة نادية العبيدي بأخلص عبارات التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة والأسرة الفنية قاطبة، راجية الله أن يسكنها فسيح جنانه ويلهم ذويها جميل الصبر والسلوان. كما تقدم المدير العام للتلفزيون توفيق خلادي بأحر تعازيه لأهل الفقيدة، راجيا من الله أن يتغمدها برحمته الواسعة.